متابعي عالم الهواتف الذكيه، مرحبا مرحبا بكم في فيديو جديد نشرح فيه هذه المره كيفيه الخروج من وضع المتحدث الالي او كما يعرف بالتالك باك. هذا المتحدث هو خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، لكن البعض لا يعرف كيفية الخروج منها. في هذا الفيديو سوف نشرح لكم ذلك. أولا يجب استعمال كلا الإصبعين حتى تتمكن من التحكم في الشاشة، ثم نتوجه إلى الإعدادات أو الضبط. للنقر فوق الإعدادات، أولا تضغط نقرة واحدة ثم تليها نقرتين متتاليتين، ثم دائما باستخدام كلا الإصبعين نمرر حتى نصل إلى إمكانية الوصول. نضغط مرة واحدة ثم مرتين متتاليتين، هنا فوق نضغط فوق تالك باك و مرتين. في الأعلى هنا نجدها مفعلة، نضغط على إيقاف التفعيل نقرة واحدة ثم تليها نقرتين متتاليتين عفوا. هنا سوف تنبثق رسالة، نضغط على إيقاف التشغيل. هكذا تم الخروج من الصفحة من الوضع تالك باك، وعاد الوضع كما هو كما كان عليها. هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة.